الشمسي وضغط الليل كان فيها جمعيات مناسبه للكوريين. لكن مع الديانه الاسلاميه خلاص كاننا ختمنا الموضوع بسياده ذكوريه شمسيه. هذا الجدل هي ليس تنقل بها المصادر، ذهب القمر اجاب الشمس. كان هناك صراع بين عقائد الشمس والقمر في الاديان، في الاساطير، في الادب، في الخرافات، في الحياه السياسيه، في الواقع، كل شيء كان موجود فيه صراع شمسي قمري. والان المره في اوروبا وفي الغرب بدات تستعيد دورها على الاقل لتتوازن الامور الجديده، وهذا سبب عظيم وخطير لتوازن الحضاره ولبدء مرحله جديده من حياه البشريه، لاغلاق كل تلك الاشياء التي سببت في تهميش المراه. مرحله الجامش من وجهه نظري النموذج الرائع لكشف الصراع الانثوي الذكوري او القمري الشمسي. ساثبت لكم هذا بعد قليل بالتفصيل. سعره لا قلاها، وهذا هو اله انكي. بقي الاله انكي ممثلا للمراه ولكن ضعيف قياسا الى الاله انكي. هذا هو الذي تخرج من اكتافه المياه وفيها سمك، وهو هنا الاله سين ايضا يمثل الى حد كبير ايضا المراه والانوثه داخل المعتقدات الراسية الدينية. هو الربيع، هو الفجر. ما الذي حصل فيه؟ حتى ايضا الاخوان اللي ما قالوا يعني نستذكرهم مع بعض، ما الذي حصل؟ قلقامش طبعا قويا صادعا عظيما كالشمس الى اخره، بالمناسبه قلقامش هو الشمس، انكيل هو القمر. سمعت على هذا التفصيل. وخاض صراعا مع انكيلو وصرعه. هذا هو الربيع. هذا واقع المحل. القامش سيد المكان، يظهر له ند هو انكيدو يتصارع معه فينتصر. الشمس تنتصر على القمر بقوه، يصرعه يعني يصير رفيق تابع. اما الصيف، صيف الملحمه هو الظهيره بالنسبه لي كيوم. ما الذي حصل؟ يذهب القامش وانكيدو الى مغامرات. لماذا؟ لتتاكد شمسيه القامش بطوله، لأن الحياة القمرية لا تعتني بالبطولة، لاحظوا، ايش قد مهمة النقطة هذه. الحياة القمرية هي حياة الجمال والحب والثقافة وحياة المرأة. أما الرجل لا، مغامرات وبطولة ودم وقتل. لاحظوا أي محزنة مرت بها البشرية، كلها مرت بهذا الطور الأنثوي الذي يحترم كثيرا. لو أنه محترم لما صادفنا كل المتاعب. وهذا الكلام طبعا ما الحقيقه هو مو قرار واحد يقرره واحد، هذا الكلام يتشبع. احنا وظيفتنا كناس نشتغل في هذه الامور العلميه ان نفكك هذه المنظومات، نفكك المنظومه التي تظهر عداء للمراه، التي تظهر صعودا للشمس وهكذا. هذا واجبنا احنا حتى نبصر الناس سواء في الكتب المقدسه او في النصوص القديمه، هذا واجبنا ان نفكك هذه نحذر من عتو الظلم والاذى الذي يحصل على الناس. هذا بالمناسبه هذا ما فعله الغربيون، وهذا ما انتج حضارتهم. احنا بعدنا في الاطوار الاولى، لكن هذا واجبنا يبقى. هذا انكيدو مقابل قلقامش. الالهه من كلش قمريه، انكي حتى انكي وذكر نينسون اورورو اشتار سيدوري. صياد القادمة هو شمخة، شمخة هي سمحات الموس. الكوكب والفأس مقابله خمبابة، خمبابة رمز قمري. وحش الملحمة تقول عنه أنه وحش، هو أحد جنود تيامت، أحد جنود الله الأم، وهو حارس دابة الأرز. يقتل، نعم سيقتله قلقامش حتى تزيد انتصار الشمس. الثور هو ثور السماء. الرجال العقارب هم ايضا قمريون لانهم يظهرون كجنود التيامت في ملحمه اخرى. الحاله هي سيدوري كما قلت لكم زوجة اوردنا اشتن ثم الافعى. الان نصف الملحمه الشمسي والقمري. النصف الاول من الملحمه كما قلت لكم ايضا مواجهه خفيفه جدا للذين لم يقرؤوها وتذكر الذين قرأوا. هذه اول وحده خلينا نبدا منها، هذه ربيع القامش
وهذا صيف قلقامش وهذا خريف قلقامش وهذا شتاء قلقامش، ما الذي سيحصل؟ هناك لا 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 كثير ما يشوفوها، لا لا خليه عفوا رجعوا على السابق لو سمحت. آتي من كون أمة الدفين في شخصية قلقامش وإن كان شمسيا، وهذا ما سيظهر في مذهب أن الخلود هو فيما يعمله الإنسان لأهل الجميل هذا، يعود قلقامش من أوائل الزمن في رحلة معاكسة إلى الحياة. لأنه يعني أنا قلت لكم ممكن شوية شكلها بضعف، هو كأنه مات، كأنه يعني اندثر، لأن هاي المرحلة الأخيرة كأنه يموت في الكائن الشمسي. يعود هناك ثم تكتمل الدورة القمرية وستبدأ دورة شمس جديدة فيها نفس الدرس اللي هي تمثلها نحن. فقبل ما المحاضرة أثرت على رقيم، اعتبرته واحد من أجمل ما عثرت عليه ليعزز المحاضرة. ما هو رقيم؟ سايد آخر؟ طبعا أنا مش انتظري هذا الشمس، عفوا أورم أورم مدور مثلا شباب بغداد شباب حضر أورم تعليمي شكل، وهذا الإعلام بالملح. نروح على السايد الآخر، أعتقد هو هذا. طبعا هناك لوح ثاني عشر لا أريد أن أشعر حقيقة طولت أكثر من اللازم، له علاقة بذهاب كيلو إلى العالم الأسفل، هو حلو هو خارج الملحمة، يعني وصفه هو الأثريون يقولون هو لا علاقة له بالملحمة، الملحمة انتهت عندما عاد، لكن هو كان استطراد يعني موت قلقامش. أنا عندي تفسيرات خاصة لا أريد أن أتعبكم بها، شوي لو سمحت مشي نعم إلى الأبعاد بعد خلينا نقول هذا هو بالصدفة عثرت على هذا الرقيم. هذا الرقيم نعم صيف شمس على هذا الرقيم أصلي هو الرقيم مو من عندي، لكنه عزز كل ما ذهبت إليه. قلقامش يمسك عمود المعبد وعلى رأسه هناك الشمس صيف قلقامش، لاحظ الأكرم خريف قلقامش يمسك الماء سيادة الماء على المكان، وانت السمكة وقلقام وهنا سبرينج الأفعى وهناك عفو القمر. هذه تحتاج شوية إعادة تنظيم، هي نفسها موجودة بس هذا لأنه هو سلندر يعني مدور، ويبقى لك شو مكان تترتب ترتيب الحقيقي لهذا السلايد هو كما يلي. السلايد القادم لو سمحت. هذا هو احنا بدينا من هنا سبرينج قلقامش قمر ضعيف تمام، وهو اكيد سمر قلقامش شمس ساطع كما قلت لكم شمس طويل اجر خريف. نبدا بمراحل الماء اللي هو جرة الماء المشهورة للإله إنكي، ناس يقول إنكي وهو رمز قمر. ثم نصل أخير شيء إلى الوينتر الذي تبدو فيه الأسماك داخل الماء في البحر، ويعبر عنها أشياء كثيرة جدا منها أنه هو في مرحلة طوفان في مرحلة الماء الأخيرة. حقيقة هذا بالضبط هو قرأت مجموعة قصائد يعني لي لا أطلع لا أطلع طبعا أنا عارف الوقت ضايقكم ها لا إلى لا عندما قالوا لي احرس وطنك وكانوا هم يسرقون الوطن فعرفت أني حارس اللصوص ومرة عندما قالوا لي احذر أعداءك وكانوا يقصدون غيرهم فعرفت أني أحارب أهلي ومرة عندما قالوا لي كن وفيا للمبادئ وكانوا يقصدون عقائد الإسمنت الفارغة فعرفت أني
تحت اللافتات والشعارات، أقفلوني من رأسي إلى قدمي، وضعوا في عيني الأسود والأبيض فقط، وضعوا في أذني صهيل الخيول، وضعوا في أنفي دخان التاريخ، وضعوا في فمي لجام الحديد، وضعوا في رقبتي سلسلة طويلة، وضعوا في يدي سكينا، وضعوا في صدري درعا، وضعوا في نهاري غبارا، أقفلوني أكثر من مرة، لكنهم نسوا أن يقفلوا قلبي، ففاح عطر الحب وحطم قيوده. قلت لها: لعل اليوم آخر أيامي معك، ربما سأغادرك إلى الأبد. قالت بغداد: لم لا تبقى معي؟ قلت: أنا أحبك وأنت تكرهيني، فكيف أبقى؟ قالت: دعني أبدد دخاني حتى أراك. قلت: أنت دخان بعد آخر ولم تنكشفي. قالت: تعال تعال أودعك. قلت: لا، قد تعصفين بي. قالت: اترك لي شيئا أتذكرك به. قلت: تركت؟ قالت: ماذا؟ قلت: ولدي. ولدي خطفه الإرهابيون في بغداد منذ ما يقرب العشر سنوات، ولم نسمع عنه شيء إلى يومنا هذا. فأنا فعلا تركت ولدي رهينة المغرب، لكننا نهرب منها ونزرع الهراء في حلوقنا، نتقدم بثرثرة أقدامنا ووحول أحذيتها. ما لنا وللصحراء؟ بلد رافدين، ما لنا وللصحراء؟ وكيف أغوانا البدو بعقائدهم؟ وكيف بعنا النهرين بصم من الرمال؟ قبل أن أرحل، غطيت برفق أبنائي وزوجتي، غطيت مكتبتي، وأعطيت مخطوطاتي، غطيت قصائدي التي لم تكتمل بعد، غطيت صوري التي على الجدران، غطيت ذكرياتي، كأني مقبل على مكتب كبير. خرجت مثل غيمة من بيتي، غطيت شوارع مدينتي، وغطيت المتسولين لكي لا يمسهم السخان، غطيت باعة الكرام. نشكر الدكتور خازع المجالي على هذه المحاضرة الجميلة وهذه الأشعار اللي ختمناها بأقوى وأكثر حزنا وشجنا قصيدة عن ليبيا. دلوقتي تفضل يا دكتور. مع الأسف القاعة مش هنقدر نستمر، فدي هنقدر نختم بس النهارده بشكر مره ثانيه، شكرا للدكتور خازع المالكي لهذه الاستضافه.